الله يعطيكم ألف عافية يا رب. متى ما كنا شايفين الوضع بلبنان على تأزم أكثر من قبل، ومتى ما كنا شايفين كل المصائب والمعجزات من الموجودة بدول العالم عم نقع فيها نحن كشعب لبناني. فلهون بحب وجه رسالتي لكل الطبقة السياسية الموجودة بهالبلد. اليوم ما عاد فينا نحكي ونطالبهم على كأنه ولا كأنه إنه والله نحن عندنا كل الحاجات الأولية الموجودة بالبلد، وبعد في كم حاجة مش موجودة عم نطالبهم فيها. نحن ببلد صرنا ما عاد عندنا شيء بتاتا موجود بلبنان. لهيك أول شيء أنا من الناس يلي بيعرضوا شيء اسمه ثورة سلمية مع هيك طبقة سياسية موجودة بالبلد. نحن مين قالكم بدنا طبقة؟ مين قالكم بدنا ثورة سلمية معكم؟ الله، نحن ما عاد بدنا ثورة سلمية، نحن بدنا نفوت على مجلس النواب، نكحشكم برا، نقتلكم بالمشايات، بدنا نفوت على قصر بعبدة، نشيل الختيار الموجود ببعبدة، نحن ما عاد بدنا نطالب بكم تحسنوا الوضع بالبلد، نحن صار بدنا اياكم تنطردوا من البلد، ما يضل فيها ولا كلب فيكم. خلصنا لهون وبس. نحن اليوم عم نطالب المجتمع الدولي يلبينا، لانه نحن انا بطلب من هيئات الثوره الموجوده بلبنان هن يعملوا دعوه على مجلس النواب بيوم اللي يكون فيه موجود النواب، نفوت نكحشهم. لو بدي كلف هذا العمر الاف الضحايا، لو بدي كلف هذا العمر الاف الشرحى، ما عاد يسكت على عم بيصير فينا بهالبلد. لا محطة بنزين فاتحة، لا صيدلية فاتحة، لا أدوية موجودة بالصيدليات، مستشفيات عم تكحش العالم برات المستشفيات لأنه ما حدا قادر يدفع 250، ما عاد في شيء موجود بهالبلد. قيمة الزيت صارت ب 400 500,000، علبة حليب الأطفال صارت ب 230,000 وخمت 250,000، كله مخبى تحت الأرض، كل التجار عم تتجر فينا، من سيسين أنتم ماشيين، وبيطلع لكم آخر شيء شاب بيطلع بيقول بدي روح جيب مازوت وبنزين من ايران وخلي الدولة تمنعني. اي دولة عم تحكي عنها؟ بس فهمني عن اي دولة؟ عن رئيس جمهورية انت انتخبته وجبته حطيته رئيس جمهورية، ولا عن رئيس حكومة انت اخترته سميته رئيس حكومة وجاي تقول لي انه هيدي الدولة بدها تمنعني؟ ما هي هيدي الدولة دولتك، بس انت عمين عم تضحك؟ عم تضحك علي ولا على الشعب اللبناني؟ انتوا اللي وصلتوا، كلكم اللي وصلتوا لبنان لهون، انتوا كنتوا تتحملوا مسؤوليتكم قدام هذا الشعب العايز اللي يترككم بالمشيات. بس الشعب اللبناني ما بعرف ليش نايم، معقول الشعب اللبناني عم يطالب الشعب اللبناني ينزل على السياسيين ويعي بالشوم؟ انا جاهز اول انسان كون اول شهيد بهالبلد، بس يكون في شعب ينزل، ما شعب يقعد ورا التليفونات ويقول لي لولا ننزل 10 و20 ما بيمشي الحال. تصير دعوه كلياتنا، ناس تطلع على قصر عبده وناس تروح على مجلس النيابه، واللي بده يصير يصير. هيك هيك عم نموت على البطيء، نموت على السريع. اضبط، يعطيكم الف عافيه.